شكل انه ما يخليش ترجي يلعب باريحيه. كرة لصالح الترجي داخل منطقة الجزاء بالنسبة للساحلي، توزيع من مجدي تراوي وبلبولي والهدف، الهدف الأول، الهدف الأول لصالح الترجي الذي توصي. بداية قوية من جانب الترجي، ضغط الدقائق الأولى تقريبا 9 دقائق في هذا الشوط الثاني والترجي يبدأ بقوة. ضغط الدقائق الأولى سي توفيق أثمر هدف. خالد العياري جازم، جازم أكثر الترجي الرياضي التونسي، جازم أكثر ورغم النقص العددي أمن بحظوظه. هاي الإعادة لعملية الهدف، تصدي كان في مرة أولى من أيمن النسوثي لكرة خليل شمام، وخالد العياري كان في المتابعة. هاي الإعادة، خليل شمام كرته يظل يصطدمت بالقائم، ترجع قدام خالد العياري